عايزين نعمل حاجات تبقى خفيفه جدا وما نقدرش بقى نكتر في السمنه وفي الصلصه وفي الزيت والكلام ده. يعني لو انا عملت العجينه ممكن اقسمها نصين، نص اعمل فيها حلو ونص اعمل بيها حادق، لكن هو المقادير واحده. الوديز عباره عن ايه؟ 3 بيضات، المقدار واحد، ثلاث معالق زيت، ذرة ملح، ذرة سكر، وكل حاجة لها وظيفة. وعندي كوباية لبن وكوباية دقيق. نضرب دول الأول بالويسك كده الأول، وانزل بالتدريج. كده مقاديرنا كلها اهي. هنعمل بالعجينه دي، ممكن زي ما قلت لحضراتكم نعملها على جزئين، جزء حلو وجزء حادق، لكن احنا قلناه وعرفنا هنعمله ازاي. نضرب جامد جدا 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 عشان ما تخرصش معايا. كده عملنا العجينه بتاعتنا. اطلع الطاسه من على النار عشان سخنه جدا، مش عايز استخدمها وهي سخنه جدا، مش عايز استخدمها وهي سخنه جدا. طيب هنا بقى يا سيدي ناخد حبه زيت ما بنكترش الزيت في الطاسه عشان ما تعملش بريفريشن معانا وايه وتبقلل وايه تبقى مش حلوه. كده هنا لسعيد زيت بسيطه، ونغطي بسطح الطاسه كبشه اهو كده. بصوا بعمل ايه، باخد المقاسات اللي انا عايزها، اكبر اكبر، اصغر اصغر زي ما انا عايز. كده نفس الطاسه الثانيه دي شكلها بارده شويه ان ممكن تكون مطفيه عليها، لا يلا هتيجي معانا ما تقلقيش، مش قلت لكم بارده شويه؟ معلش برضه هتطلع، مفيش حاجه عندنا ما تطلعش. هنعمل منها حلو حادق زي ما اتفقنا مع بعض، حلو وحادق اهي كده. بهويها. هنتعرف على الحشو ازاي نعمله. عندي مثلا اللي هو الكريسبي تشيكن بقى ليه كده اهو، يطلع براحته. بعد كده عندي السجق بتاعي او السوسيس، سوري السوسيس اهو، ده بصل، باخد بوكيه جرنيه لازم اهو، فلفل حار حسب الرغبه، ثوم اهو، شويه فلفل، شويه بهارات، كده ادي حبة فلفل، وادي حبة ملح، نجيب بقى طماطمية عشان عايزه يبقى جوسي وطعمه حلو. برضه هاخد طماطمية جوليان كده اهو، وادي السوسج بتاعي، طبعا لازم حاجتي كلها تعمل، لازم اعمل له صدمه برضو بعد ما احشيه. وكده عندي الستريبس بتاعي، نطلعه بطريقه حلوه عشان برضو نشف
الزيت بتاعه كده اهو، ولسه مكملين الحلو بتاعنا. باجي هنا كده باللقمه دي احطها عشان تسخن معايا اهي، لكن ممكن برضه احطها عادي جدا ما فيهاش مشكله عندي. ده الشوكولاته السايحه رايحه مطرح ما رايحه اهي. بعد كده عندي المكسرات اهو، دي مش محتاجه تسخين لان لقمتها احنا مسخنينها كده اهي، وسهله جدا. هنا بقى نلف اهو، ادي المربى اهو، دي القشطه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، منك لله يا طيفه. برضه نديها شويه مكسرات اهو، يلا بينا اهو. اوبا، ده الظلم ده اهو كده، ونعمل كده اهو. ونيجي هنا كده بقى نكمل مع بعض.